حبك لرسول الله يجعلك تنتعش بمجلس يذكر فيه رسول الله، يجعلك تنتعش بمجلس تذكر فيه شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جماعة عطشانين، أصحاب رسول الله كانوا دائما يقعدوا معه شايفينه كل شيء ودائما معه، لكن نحن حرمنا من رؤيته ونحن مشتاقون إليه. الإنسان المحروم من رؤية المصطفى والمشتاق إليه بإيش بيسلي حاله؟ بالله عليكم بإيش بيسلي حاله؟ بالحديث عنه، بأن يصغي إلى شمائله، يصغي إلى مدحه، مثل ما قال ابن الفارض: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. يا أخي حدثني حدثني، قل لي والله أنا بنبسط، أنا ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، بس بريد واحد يقول لي هيك كان النبي بيعمل، وهيك كان مزحه، وهيك كان جده، وهيك كان لطفه، وهيك كان معاملته. شو أنا بطرب؟ بطرب من هالكلام طرب شديد. يلي بيقول لك أنا ما بطرب، لا لا تحكي هالحكي لأنه ما هذا مو مشروع. هذا إنسان قلبه خالا عن حب رسول الله يقيناً.